دخلت مصر في عام مالي جديد وأمامها جدول مزدحم بالتزامات الديون الخارجية. الحكومة تتبنى مجموعة من الأهداف لقد ذكرتها في البيان المالي لمشروع الموازنة. إنها تتطلع لاستمرار الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن ودعم القطاعات الإنتاجية الأكثر تضرراً من الأزمات، وكذلك خفض إجمالي العجز إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تهدف لتحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا شك أن الدولار هو التحدي الأكبر الذي يواجهه الاقتصاد بالعام الجديد، فمعدلات التضخم ستستمر بالضغط على الموازنة. إنها تستورد عدداً كبيراً من السلع الاستراتيجية. الخبراء أنفسهم اختلفوا على سعر الجنيه بالعام الجديد، فالتقديرات تتباين بين 30 و35 جنيهاً للدولار. ولا تزال مصر تعاني من صعوبات بالتمويل الخارجي، فهل تشهد حلحلة في العام الجديد؟